بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل خالد ياسين، شكرا لي ضيفيك الكريمين. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان أينما كنتم، هي أمسية نعم جميلة، متوقع أن تكون جميلة، متوقع أن تكون رائعة لعدة اعتبارات. بالنسبة لريال بيتيس عندما يستضيف برشلونة هنا في البينيتو في مارين، مباراة مهمة للغاية ما بين الفريقين أعتقد. نعم كذلك، لماذا بالنسبة أن يكرر الأمر مرة أخرى تاريخيا؟ حارس المرمى لدينا عيسى أماندي، وهنا البداية لمصلحة ريال بيتيس. الكرة العالية وجيران الصعبة، نعم ستكون صعبة، لا شك بأنها صعبة، كما جو روبرتو بالجهة اليمنى يعوض طبعا السيميدو الذي من خلال هذه المباراة. وهنا لدينا كرة غاية في الخطورة، في التسلل. اليوم لدينا فار، فأي هدف لابد يمرر إلى فيدال. كرة في الجهة اليمنى خطيرة لبرشلونة، عرضية الفار بعد اللجوء إليه، وهنا سيرجيو روبرتو. ومن بعد تلك المباراة برشلونة لم يعرف، زالت لدى ميسي، يمرر جوردي، انطلق جوردي في الجهة اليسرى. اليوم خذ لك مباراة اسلوب اللعب لربما، لأنه يريد أن يستخدم وسط الملعب وقوة وسط الملعب بالأسماء. سيقابل فريقا انجليزيا اخر، اما توتنهام او اذا استطعت طبعا المرور مع بدايه المباراه. يو يسدد ميسي، يبدا الخطر، كره اماميه، الله على ما ريال بيتيس. هذا التيو الذي لديه هدفين حتى ريال بيتيس. شوف كره لويس بان ارتورو فيدال، جدال كره خطيره لمصلحة إيفان راكيتيتش. شوف الخطر، وهنا صافرة تحول إلى ميسي، ميسي أرتور ميلو، والمطار بلا برشلونة يعشق عاشر ثابتة وهي قريبة نعم من مرمى ريال. نعم تكلم عن 20، تكلم عن 19، 20 20 متر، يا ما سجل أبعد من 20 للهدف الأول. يفتتح تيو، الله وعندما تقول وكأنما يرميها بيده يضعها وكأنما يقول هل تتجرأ. اللي عندك هات اليوم، اللي عندك هات اليوم. تخيل يعني في كل مسابقات هذا اللقاء رقم 21 لز لديه الكرة، يبعثها لميسي، يعيدها مصعب من برشلونة في بطولة دوري ما عدا هذا الكروة. باولو بيس كفات جميل، كرة منقولة لجوردي ألبا في الجهة اليسرى بعيدة يا ألبا. أوه يا أرتور بيدال على تمريرة ممتازة، وهنا قطع للكرة، راكيتيتش يحاول يمرر أرتور، ممتاز تمريرة إيفان راكيتيتش. وبعد ذلك أتمنى أنك قد تعلمت يا باخرة ليو ميسي للخطأ، الله الهدف الأول. وهنا الكرة الأخرى التي سددها تيو، تيو 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 مارتيو، وهدف راية وتسلل على ليو ميسي مقابل شيء. وهنا فرصة، خيسيه موجود، يفضل الله، يحاول الله، مارسيدني يسدد، لكن سيست نقول لك كل عام وانت بخير. حق من؟ هذه المباراة الجميلة، ولدينا رأسية جيرار بيكي. بوسكيتش الكرة المنقولة راية وتسلل على جوردي ألبا الذي لكن نعم هدف رائع للغاية. لي أمد لم أرى في برشلونة لاعب من أول الله مر عدة ميسي ويكسب خطأ من الجهة اليمنى. وهنا العرقلة التي كانت حاضرة لمصلحة الأمامية تصل بعد ذلك لسيرجيو روبرتو، مطالب من خلال الشوط اللقاء الأول، وبعد ذلك تصبح لمصلحة أخواكين في الجهة اليمنى.
ملعوبة، نجيبه بالكرات الثابتة بيكي الأطول 32 سنة، وعيسى ماندي الذي لديه هدف مع ريال بيتيس المرة الماضية ولم يسبق جوردي ألبا لكي واستطاع برشلونة ينتصر بهدف مقابل لا شيء. هذه الكرة الخطيرة شوف شوف، يعني حكم لقاء كان قريب، درب لاس بالماس وفي سنة كلاعب خط وسط بكي يتحدث مع إرنيسو ويتكلم عن بعض الأمور. إيش ضرب الكل وجاك يحاول، وبعد ذلك تسديدة تتحول إلى ركلة زاوية ليو ميسي، وهنا التدخل الذي كان من مارك بارترا مع نعم يعني شباك لسواريز، لكن يفضل القادم من الخلف إيفان ركلة شوف شاهد راكيتيش، وبعد ذلك مرة يحدث كرة تلعب الآن على القائم الأول رأسية أرتورو وصلت إلى لويسي، شرفت على النهاية سواريز سواريز لا ينتهي أمر، وميسي موجود لا ينتهي الأمر، وبوتياغو موجود وميسي يسجل أم الثواني من شوط اللقاء الأول لويس سواريز أسيست.